أهلا بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. يقول قائل إن الانتخابات الأمريكية لم تكن بين دونالد ترامب وجو بايدن، ولم تكن أيضا استفتاء على شخصية ترامب، وإنما استفتاء على اليمين الشعبوي حول العالم. يمين قيل إن ترامب يتصدره ونما حول العالم من الهند شرقا مرورا بإسرائيل إلى البرازيل غربا. هل تلقى هذا اليمين الشعبوي ضربة بالخسارة المرتقبة لدونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي؟ وهل هذا دليل أن هذه الظاهرة السياسية غير معمرة؟ هل يعتبر العالم أفضل دونها؟ أم أن هزيمة ترامب لا تعني هزيمة اليمين الشعبوي؟ بالمقابل، أليس العالم هو من يخسر برحيل ترامب وأمثاله، أي برحيل قادة صريحين حاسمين في قراراتهم وسياساتهم ولا يختبون وراء أقنعة الدبلوماسية؟ وبالنظر إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ألا يسترد الشعب الفلسطيني أماله بتحقيق تطلعاته الوطنية؟ أم أن ترامب أسد له خدمة بمواجهته بالواقع؟ هل تصويت غالبية اليهود في الولايات المتحدة لصالح بايدن يعطي مؤشرا للتصويت المستقبلي ليهود إسرائيل، ما إن كانوا سيستمرون في دعم رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو أم لا؟ المناظرة تبدأ بعد قليل. وينضم إلي في هذه المناظرة دكتور يوسي يونا عضو الكنيسة السابق، ودكتور مير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أبدأ معك دكتور مير، أنت تسمع ما يقال في الآونة الأخيرة إن هذه الهزيمة المرتقبة لدونالد ترامب هي ليست هزيمة له فقط، وإنما لما يوصف بظاهرة اليمين الشعبوي سواء في الولايات المتحدة أم في العالم، ما رأيك؟ يعني أنا طبعا أنا لا أتفق الحقيقة مع هذا الطرح، لأنه السيد ترامب كان سوف يفوز من بحسب استطلاعات أغلب مراكز الاستطلاع الرأي في الولايات المتحدة لو لم تكن أزمة الكورونا، وبالتالي هو تأثر كثيرا بسوء إدارة أزمة الكورونا حقيقة الأمر وبالتغيرات عديدة في الداخل الأمريكي. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه هذه الهزيمة الانتخابية هي تدل على توجه عام عالمي أو غربي على سبيل المثال حيال اليمين الذي يعني يسميه البعض باليمين الشعبوي. أنا لدي مآخذ كثيرة ومتعددة على نهج السيد ترامب، سواء كان على مستوى المظهر العام أو الشكل أو المضمون، ولكن أعتقد أن هناك مبالغات كثيرة جدا، يعني قيل الكثير عنه، بل حتى في إسرائيل رأينا نائب من حزب ميري التصور يائير جولان الذي قال أنه اتهمه بالفساد بدون أن يكون هناك أي حكم من محكمة أمريكية على سبيل المثال، أو أنه يمثل على سبيل المثال بعض العبارات التي تلفظ بها السيد ترامب أو بعض معالم سياسته بأشياء حدثت في ألمانيا النازية أو إيطاليا الفاشية، ومقالات حقيقة كثيرة صدرت عن اليسار المتطرف داخل إسرائيل بهذا يعني دكتور فقط من أجل توضيح، أنت ضد هذا الطرح وضد هذا التوصيف أصلا؟ أنت ضد هذا التوصيف بأن ترامب يقع في خانة اليمين الشعبوي؟ طبعاً أنا يعني هو يمكن نقول أنه هو غير ملتزم، يعني يفقد نوع من كما نقول باللغة العبرية المملختيوت، لا يحترم المؤسسات الأمريكية، ويعني للأسف نمط حتى عرفناه في إسرائيل، يعني في عهد السيد نتنياهو ولا سيما في الحكومات السابقة التي كانت حكومات يمين بشراكة مع يمين متطرف. اليوم الوضع قد اعتدل واتزن كثيرا بسبب وجود حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، فهذا طبعا النمط من القادة والسياسات يعني قد تكون لي أو للبعض مآخذ عليه، ولكن من هنا أن نصوره بأنه يشبه الأنظمة الفاشية أو ألمانيا النازية أو حتى القول بأنه نوع من الشعبوية أو أنه يهدف بإقامة نظام ديكتاتوري أو الاستفراد بالسلطة على النمط الروسي أو التركي، أعتقد أن هذا كلام مردود عليه ومبالغ فيه كثيرا. نعم، أنا أنتقل إلى دكتور يوسي. دكتور يوسي، ما رأيك؟ دكتور مير قال أنه ليس كما يصفه كثيرون وأنما له أسلوبه الخاص، ليس إلا ولا يجمع الكثير ولا يتفق الكثير مع بعض تصرفاته وأقواله وتصريحاته.
يمكن أولا مرحبا للجميع. أدعيني أقول أنه طبعا هي ضربة كابدة لليمين الشعبي بشكل عام، لكن لا ليس هناك مجال لمراسم تعبينية لليمين الشعبي. طبعا هذا إشي واضح، ويمكن أنا موافق مع مائر بهذا الشأن. لكن مع ذلك طبعا ترامب هو له مسؤولية واسعة للحالة الراهنة في أمريكا، فيمكن يعني في دول مختلفة في العالم، معناها أنه يعني مظاهر الاستقطاب وعدم التسامح والعنصرية والاستعلاء البيض في أمريكا، هذه المظاهر طبعا له ما زالت يعني موجودة في أمريكا قبل صعود ترامب، قبل ما تمسك بزمام السلطة. لكن في شك أنه ترامب عزز هالمظاهر السيئة التي طبعا نراها في المجتمع الإسرائيلي في الأوان الأخيرة. أنا خليني أقول سعيد كتير جدا أنه أشوف أنه إقلاع ترامب من البيت الأبيض، لأنه في أمل، لأنه توحيد والتسامح في المجتمع الأمريكي سيحدث حالة خوض بايدن إلى بيت الأبيض. هذا يعني طبعا يتأمل أنه خلق مناخ جديد يتميز بالتسامح والتفاهم، وليس في خلينا السياسات التعسفية التي تبناها ترامب بدون أي يعني لا حد له معرفة ما هو المبادئ التي يتبناها وعلى أساسها يتبنى أو ينفذ سياساته المختلفة. نعم دكتور مير، أعود لك. أنت قلت أنك لا تتفق مع هذه التوصيفات التي تطلق على ترامب، لكن أنت أيضا تذكر بأن حقبة ترامب أيضا ترافقت مع نهوض وبروز أكثر لمن يوصفون باليمينيين حول العالم، من الهند ونريندرا مودي إلى البرازيل وبولسونارو ورئيس الفلبين وأيضا رؤساء المجر. يعني كان هناك ما يشبه بهذه الموجة اليمينية التي يقول البعض أنها تعززت بوجود ترامب على رأس أقوى دولة في العالم. يعني هو طبعا هناك أشياء كثيرة حدثت، يعني مثلا على سبيل المثال ظهرت قلت بأنه في دول عديدة ديمقراطية في العالم ظهر ما يسمى باليمين المتشدد، أو يعني اليمين الذي يميل إلى نوع من الشعبوية. ولكن يجب علينا أيضا أن ننسى بأن هذا قيل في السابق حينما وصل الرئيس جورج بوش الابن إلى السلطة كذلك. يعني أنا ذاك كنت طالبا في الخارج، وكنت يعني في أوروبا نسمع كل الإعلام الأوروبي والحركات الطلابية الأوروبية كانت تقول أن هذه فاشية أمريكية، وأن المحافظين الجدد هم يريدون تطبيق النظام الدكتاتوري، وأنها نهاية الديمقراطية في الولايات المتحدة. ويعني سمعنا هذا الكلام أنا ذاك، وبالتالي أنا أعتقد بأنه لا يجب أن نبالغ في هذا الأمر. إضافة إلى ذلك أيضا يجب أيضا علينا أن نعرف بأنه ليس فقط يعني بروز اليمين أو يعني هذا النمط من اليمين في الغرب وفي الولايات المتحدة ليس فقط يعني متزامن مع بروز اليمين في دول أخرى، ولكن متزامن أيضا مع حالة الانفلات الأمني التي حدثت في دول عديدة في المنطقة، ولا سيما في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط. وشيء طبعا الذي أدى بأن الحزب الجمهوري الذي كان ينادي بالديمقراطية وينادي بمسألة ديمقراطية الدول العربية في عهد الرئيس بوش الابن، اليوم طبعا بعد الردة التي حدثت في أكثر من قطر عربي وعلى رأسهم طبعا مصر على سبيل المثال، الانفجار الذي حدث في العراق وفي سوريا وأراضي شاسعة كانت في يد الجماعات الإرهابية، دخول روسيا على الخط، طبعا كل هذه التغيرات التي طرأت على المشهد الشرق الأوسطي أيضا قد أدت في نهاية المطاف إلى أنه اليمين الأمريكي بدأ في التراجع عن مسألة الدعوة إلى الديمقراطية. وآخر شيء أيضا أريد أن أقوله هو أنه طب الحديث يا دكتور عن هذه الديمقراطية وعن ما تحدث به بالضبط، يعني ببساطة الآن الأوضاع أفضل أم أسوأ، أم أنت محايد بخصوص رحيل ترامب؟
يعني شوف رحيل ترامب، أنا سوف أجيبك على هذا الموضوع. أنا أعتقد بأنه، بس فقط نقطة أخيرة قبل ما أرد على هذا السؤال، أريد أن أقول بأنه صحيح أن هناك توجه نحو اليمين في أماكن كثيرة، ولا سيما داخل الأحزاب اليمينية، ولكن أيضا اليسار بما فيه اليسار الأمريكي هو أكثر تشددا وأكثر زهاء، جناح نحو اليسار، يجناح نحو اليسار أكثر مما كان عليه الوضع في السابق. ولذلك هناك استقطاب لم نشهده من قبل، ليس فقط في اليمين ولكن أيضا في اليسار. فيما يتعلق طبعا بالرد على سؤالك، هل الوضع أسوأ أم أفضل؟ أنا لست مواطنا أمريكيا، أنا مواطن دولة إسرائيل، وأنظر إلى الأمور من منظور أولا إسرائيلي، ثانيا شرق أوسطي، وبعد ذلك عالمي. من المنظور الإسرائيلي، أنا أعتقد بأنه رحيل السيد ترامب، طبعا مع احترامي الشديد للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أنا في إسرائيل أنتمي إلى حزب العمل، وبالتالي يعني هناك مشاعر إيجابية نحو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، ولكن موضوعيا أنا أعتقد بأنه المصلحة الإسرائيلية البحتة، وكذلك مصلحة حلفاء إسرائيل في المنطقة، طبعا هي تميل إلى أن يتم كان انتخاب السيد ترامب. دعني نعطي الفرصة لدكتور يوسف. السبب الأول هو احتواء التوسع الإيراني. لنعطي دكتور يوسف الفرصة للتحدث. دكتور يوسف أريد ردك. توسيع دائرة السلام الإقليمي. دكتور يوسف نريد ردك. دكتور مين قال هناك أيضا يسار، ويسار متشدد ومتطرف، هذه نقطة. نقطة ثانية، قال كإسرائيل وشرق أوسط ترامب أفضل لنا. أنا لست موافق مع صديقي مير البصري. طبعا المناخ، أنا متفائل أنه تغير المناخ. طبعا ترامب كان منحاز ليس فقط لدولة إسرائيل، وهذا طبعا شيء إيجابي من ناحيتي أنا كإسرائيلي وملتزم بالمصالح الإسرائيلية الأساسية، لكن ترامب كان منحاز باليمين المتطرف، هو كان منحاز للمشروع الاستيطاني، وهو خلينا نقول تبنى الفكرة السائدة في اليمين المتطرف التي تدعي بأنه السلام يحدث بعد ما السلام نفرضه على المقاهرين، وهذا لا يؤدي إلى سلام، هذا لا يؤدي إلى سلام، هذا يؤدي إلى تعزيز اليمين المتطرف في إسرائيل، وطبعا يضر بشكل جذري أي إمكانية أن يحدث سلام بيننا وبين بين الشعب الفلسطيني. طبعا مع ذلك أنا معترف بأنه في هناك إنجازات، وأنا أرحب بالاتفاقات التي يعني تم التوقيع عليها مع البحرين ومع الأمارات وإن شاء الله مع السودان ومع دول عربية مختلفة، هذا شيء إيجابي ونرحب به، وهذا إنجاز لترامب. لكن أنا أتأمل أن هذه الإنجازات ستساعد إيجاد اتفاقيات سلام مع الفلسطينيين، لأنه خلق مناح جديد في المنطقة، وكيف ما قلت قبلا أنه أنا سعيد لأنه هذه الضربة كابدة لليمين الشعبي، للعنصرية والانقسام العرقي التي موجود في أمريكا وموجود في إسرائيل. وخليني يعني على فكرة، طبعا أنا مسؤوليتي الرئيسية هي لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي والمصير الإسرائيلي، لكن أنا إنساني يا مئير، وأنا إنساني، وأنا يعني الإنسانية هي مهمة، أنا مهتم كثير اللي يعني بيحدث في أمريكا، لا أريد أشوف أنه الانقسام العنصري، الانقسام العرقي، لا أريد أشوف أنه تعزيز للاستعلاء البيض في أمريكا، هذا من ناحيتي كإنسان، وليس أنت لا, 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 لا تتكلم ولا إشي عن هذا الموضوع، لا مش له أهمية عشانك كإنسان. دكتور مئير، أعود لك. دكتور يعني تحدثت عن وجهة نظرك قبل قليل، وكيف تفضل ترامب من منطلق أنك إسرائيل وشرق أوسطي، لكن ننظر إلى أصوات اليهود في الولايات المتحدة، وأنت لا يخفى عليك أن غالبيتها ذهبت إلى بايدن، ما رأيك؟ صحيح، وحتى المفارقة أستاذ بشار هو أن في الولايات المتحدة اليوم الجاليات اليهودية والعربية تميل معا إلى المرشح الديمقراطي، وفي إسرائيل في الشرق الأوسط دولة إسرائيل والدول العربية الأساسية تميل معا إلى المرشح الجمهوري، وطبعا هذه سابقة طبعا يعني مثيرة للاهتمام يعني للجدل، وأعتقد أنها إيجابية للغاية لأنها تعبر عن أن هناك تقارب كبير في الرؤى
بين اليهود والعرب في الولايات المتحدة وبين اليهود وإسرائيل والدول العربية الأساسية في الشرق الأوسط. أنا راضي على هذا طبعا في طبيعة الحال، أنا أحترم طبعا خيار الشعب الأمريكي. أنا لا أعتقد بأنه انتخاب رئيس أو آخر سوف يؤثر على مشكلة العنصرية في المنطقة، كما أنه انتخاب رئيس أو آخر في بعض دول منطقتنا في الشرق الأوسط يعني ليس هو الذي سوف يؤثر على مسألة الطائفية والصراعات الدينية الموجودة في الشرق الأوسط، لأن هناك للأسف الشديد طبعا حاضنة في الولايات المتحدة كما الحال عندنا بالنسبة للطائفية وهذه النزعة المتطرفة. هناك الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات، ولا تصور أنه انتخاب رئيس جمهوري هو الذي سوف يحل المشكلة. ترامب قبل 4 سنوات كان هناك 8 سنوات حكم للرئيس أوباما، هل الوضع كان أفضل؟ هل كل هذه المشاكل التي تعيشها الولايات المتحدة هي فقط بسبب انتخاب الرئيس ترامب؟ هل الشرطي الذي قد لم يحترم القانون أو أخفق مثلا في تعامله مع بعض الخارجين عن القانون من السود، هل هو قام بهذا بدافع من الرئيس ترامب؟ أعتقد أنه لا علاقة بين هذا وذاك. وأعيد مرة أخرى وأقول أنني أكن احترام كبير للسيد بايدن وللحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وكما ذكرت يعني ميولي طبيعية هي ناحية اتجاه هذا الحزب، ولكن أعتقد بأن هناك مخاطر شديدة للغاية تعصف بنا في الشرق الأوسط، تهدد دولنا، الدول الإسرائيلية، دولة إسرائيل والدول العربية. هناك إنجازات بدأت في عهد الرئيس ترامب، تحجيم الديناصور الإيراني، هذا قام به الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب، والنتائج هي نتائج مبهرة. رأينا أنه حتى دولة مثل العراق اليوم أصبح الإيرانيون ينسحبون منه تدريجيا، والوضع رأينا اليوم انتخاب حكومة جديدة في العراق، العراق اليوم من ضمن الدول الذي يحترم العقوبات المفروضة على إيران. في لبنان اليوم بعد أن كان الرئيس هو رهينة في يد حزب الله، نسمع الرئيس ميشيل عون يتحدث عن إمكانية أن تكون هناك سلام بينه وبين إسرائيل. جميل دكتور مير، لكن نحن نخرج عن موضوع نتحدث عن الشعبوية، ترسيم الحدود البحرية بين جميل دكتور جميل جدا، لكن نحن خرجت عن الموضوع، نحن نتحدث عن الشعبوية. برأيك يعني نتنياهو أيضا، أنت تعرف أنه يوصف بأنه يميني شعبوي وكان يتعكس كثيرا على هو ليس شعبوية، هو حزم كما يتهم أو كما يقال، ليس شعبوية وإنما حزم. نعم، ليست شعبوية وإنما حزم. يجب أن يكون هناك سلطة حازمة رادعة في الولايات المتحدة، في الدول الأوروبية، في الكل ينظر من زاويتها. خليني أعلق. نعم تفضل دكتور يوسف. شوف مير، أنت حكيت قبل دقيقة أنه دولة أمريكا هي دولة مؤسسات، وإذا يعني أصبح رئيس ديمقراطي ورئيس من حزب الجمهوري، ما هو الفرق؟ لأنه بايدن كيف ما تعلم والحزب الديمقراطي بشكل عام ملتزم تقليديا بمصالح إسرائيل الأساسية، ومهتم كثير بأمن إسرائيل، وكيف ما نرى على خلال السنين. طبعا هناك أنا لست مختص يعني أمني، ولا لا ليس لي معرفة ما هي أفضل طريقة أو عقبات على إيران أو رجوع الاتفاق اللي تم التوقيع عنها، لكن في إشي يعني أساسي وإشي واضح لا يشكك، وأنا خليني أقول يعني بشكل عام لا أريد أن أي واحد يشكك بالتزام أمريكا لأمن إسرائيل ومصالح إسرائيل. في هناك اختلافات بالنسبة ما هي الطريقة الأفضلية، ما هي الطريقة الأفضل باتجاه إيران، اتجاه إيران، لكن لا يشكك، أنا هذا خلينا نقول بنصحك الجمهور بأنه لا يشكك أحد بأنه أمريكا ليس لها يعني الاهتمام بمصالح إسرائيل الأساسية. وهذا يعني خلينا نقول يعني ترامب طبعا انتخب طريق كيف يريد أن يتعامل مع إيران، يمكن هاي الطريق أفضل، لكن لا أنت وليس أنا مختصين في شؤون أمنية، وفي طريق هيك وفي طريق أخرى. وطبعا كيف ما شفنا، وهذا أريد أن أضيف يعني الطريقة التي تبناها ترامب خلقت الانقسام العميق، وهو مخاطرة للشرق الأوسط ومخاطرة لإسرائيل، يعني الانقسام بين أمريكا وبين دول أوروبية. هذا إشي نحن لازمنا أن نكون مهتمين به.
ومؤتمن به ونسعى إلى أن يكون هناك اتفاق أو تكون هناك تناسق بين أمريكا لبين الدول الأوروبية لأنه هاي مصلحتنا الأساسية. وأنا مؤمن بأنه بايدن له القدرة وله يعني التجربة التي يقدر أنه يخلق من جديد هذا التناسق، التناسق بين أمريكا والدول المختلفة بالعالم التي تساعد إسرائيل. دكتور مية، طيب يعني أنا طبعا أنا حقيقي لا أتفق مع ما قاله الصديق يوسيونا فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا، لأنه هناك نقطتين. أول نقطة هو مسألة أنه تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة واتحاد أوروبي، أنا لا أتفق مع هذا الكلام، لأن نحن أولا الاتحاد الأوروبي يجب أن نعرف الاتحاد الأوروبي لا يتلخص في بريطانيا وفرنسا، الاتحاد الأوروبي هو 29 عضو فيه، والدول اليوم وسط وشرق أوروبا هي أقرب منها إلى واشنطن، أقرب إلى واشنطن منها إلى 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 بروكسل، وبالتالي هناك أنا أعتقد أنه تنسيق كامل بين الولايات المتحدة ودول عديدة في أوروبا. رأينا أيضا أنه السياسة الأمريكية قد يعني تم ترحيب بها فيما يتعلق على سبيل المثال بالتضييق على إيران، يعني لم تجد النتائج تخرج حتى هلل ورحب بها بايدن وأنجلا ماكرون وأنجلا ميركل وغيرهم. ابتهاج واسع، ابتهاج واسع في الدول الغربية يعني في أوروبا أنه انتخب بايدن، لأنه هم يروا بأنه هناك هناك يعني متفائلين أن سيكون التناسق الإيجابي البنائي بين أمريكا وبين أوروبا وخاصة طبعا أوروبا الغربية. لا يعني شوف الـ هذا الترحيب يعني أنا لا أراه في بلغاريا، لا أراه في بولندا، لا أراه في المجر. لماذا في إيطاليا؟ لأنه في هذه الدول، وبالتالي لأنه في هذه الدول سنرى تصعيد اليمين الشعبي، وهذا يعني هذا التناسق المحزن حسب رأيي بين ترامب لبين 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 دول كالمسا ودول أخرى التي لا ملتزمة بمبادئ ديمقراطية. لا ملتزمة، ولكن هناك ونحن نريد أن نكون نريد أن نكون جزء لا يتجزأ من الدول المتنورة، ليس من الدول التي يعني تستنكر المبادئ الديمقراطية المستنيرة. ولكن صحيح، ولكن الدول المستنيرة أيضا هي الدول التي تحافظ على هذه الاستنارة أمام موجة من الهجرة غير الشرعية، أمام الإرهاب، أمام التدخلات الخارجية من الدول المارقة. هناك حدود، هناك سيادة. الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون لديه سيادة. يعني ماكرون لازم يقول بعد أنه فرنسا لست مهتمة بهالشيء. فرنسا لست مهتمة بمكافحة الإرهاب، ولن ترى لست مهتمة بمكافحة الإرهاب. أنا سعيد بما لا غير كافي طبيعي، ونحن نرى الإخفاقات في فرنسا. أنا عشت نصف عمري في فرنسا ونرى كيف أن اليهود يأتون إلى إسرائيل ولا يطيقون العيش في فرنسا بعد أن رأوه من هجرات شاسعة لإناس لا يريدون الاندماج في فرنسا ويهددوا المجتمع اليهودي والمجتمع الغربي، ونرى الجرائم الوحيدة تلو الأخرى. والرئيس ماكرون قبل أمس ولماذا هذا؟ ما معناه أن تنسحب فرنسا من مساحة شنغن، من مساحة شنغن. ما معناه؟ لكن ما معناه؟ طب اسمح لي أن أتوجه بسؤال لدكتور يوسف. دكتور يوسف يريد أن أسألك لو سمحت. دكتور يوسف يريد أن أسألك يعني هناك أن الدولة دكتور يوسف إن سمحت لي يعني يقولون هناك الكثر من يقولون أن يا عمي ترامب ليس يميني ولا شعبوي، إنما هو صريح، هو يقول يعني لمن يتهمهم أو لمن ينتقدهم أمامهم وبشكل مباشر مثلا أنتم يمكن أن تشكلوا تهديدا غير مرحب بكم في بلادي، يعني هو صريح بكل بساطة ويقول ما لم يتجرأ ساس آخرون على قوله. طلع يمكن أنه وبالتأكيد أنه ترامب كان يعني زعيم منهد يعني انتهازي، هذا إشي واضح. هذا إشي واضح وهو مهتم بمصالحه السياسية، مصالحه الشخصية، ويرى السياسة الأمريكية كإشي يستفيد منه شخصيا. هذا إشي محزن. وطبعا هذا نرى هالظاهرة واسعة في الدول، جميع الدول في العالم، أنه في هناك تدهور من هذا النوع. لكن مع ذلك لا 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 لا, لا نستطيع أن لا نرى بأنه يمكن أو انتهازي، لكن مع ذلك
نرى بأنه هو يؤيد بشكل تقليدي العنصرية ضد السود. وطبعا ولو تناسق مع فئات في أمريكا التي تدعم باستعلاء البيض. هذا إشي مقرف. وكيف يعني واحد يطلع على 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 ترامب ويقول يعني خلينا يعني ما ليش أي علاقة بهذا الإشي ما دام هو يساعد دولة إسرائيل وأشياء من النوع. وخليني أعلق على نقطة أخرى. يهود أمريكا سياسات ترامب يؤيد هذه الفئات العنصرية التي لا تتردد تستعمل العنف وتستعمل العنف ضد اليهود أنفسهم. وإذا نحكي نحن كإسرائيليين ونقول نعم. أن دولة نعم. إسرائيل قبل دولة لحظة خليني أكمل الجملة. وإذا نقول إذا نقول أن دولة إسرائيل مهتمة بيهود نعم. بيهود جميعا بكل انتهى الدول. انتهى الوقت دكتور مئير بجملة وصفه بالانتهاز. وأيضا ترامب الذي تدعمه مناصروه رسموا كانوا قد أهانوا ودنسوا قبور يهود في الولايات المتحدة. لا 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 أنا لا علاقة بين ترامب وهذا. أنا أعتقد أنه نحن نحكم على النتائج وليس على الشعارات والعبارات والعلاقات المنفية والمتحدة. أنا أعتقد أنه هناك إنجازات كبيرة حدثت في عهد ترامب. اليوم انقلب بس أنا أريد لا ليس على الخارطة. هناك جهود بذلت مكثفة من الولايات المتحدة للاعتراف بالحق الإسرائيلي بالحق الصهيوني بنقل السفارة من تل أبيب إلى أورشليم القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل باعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان بالتعاطي بشكل إيجابي مع المتطلبات الإسرائيلية توسيع دائرة السلام. دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية شكرا جزيلا لك دكتور مئير مصري. ودكتور يوسي يونا عضو الكنيسة السابق شكرا جزيلا لكم ضيفي. وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من المناظرة اليومية. إلى اللقاء.